الإيجابية نفذت مصر كلها. مصر بيصبح مجال للتعاون مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الجمعيات التعاونية، لكل قرية فيها جمعية تعاونية. الجمعية دي عندها فلوس، وكنا بنخلي في اتفاق بين الجمعية التعاونية وبين الوحدة البيطرية إذا أمكن، وكنا بناخد معانا ممثلين من معهد قوس الإنتاج الحيواني بيعلموا الفلاحين على سبيل المثال المرأة ازاي تعمل زبادي من اللبن، ازاي تعمل بسطرة من اللبن، ازاي تعمل جبنة من اللبن، ازاي تستفيد من مخلفات الحقل الفلاحين وشباب الخريجين يبتدوا يستخدموا السيجار وحاجات كده. كل ده احنا موجودين وكنا بنعمل نجاحات كبيرة جدا. طبيب او طبيبه بيطريه لمهنه البيطري، وعلى اساسها وصلت لنائب وزير الزراعه. انا اول ما نمت العلاقات الخارجيه الزراعيه ودي الامن يمسكها اي طبيب بيطري على مر السنين انشاء وزاره الزراعه، ودي بناخدها الخارجيه جزء من جرائدية وزارة الخارجية في وزارة الزراعة. أنا أول طبيبة بيطرية تمسكه، أنا أول طبيبة بيطرية تمسك وكيل مركز البحوث الزراعية في مركز البحوث الزراعية من إنتاج للإنتاج على أولها مهمة، وده الإنتاج الزراعي والإنتاج حيث ان اولادنا برضه يستفيدوا من علمكم والخبرات اللي اكتسبتوها في مجال الطب البيطري، وان شاء الله نتمنى ان نتيجه